هل الاستسلام للبطالة معصية؟ نعم أم لا؟ تعالوا نشوف بعض من إجابات حضراتكم. باسم أحمد بيقول الاستسلام للبطالة هو نوع من التواكل الذي نهى عنه الإسلام، والله أعلم. محمود العسال بيقول الاستسلام لأي حاجة مخالفة شرعية وتصل إلى حد المعصية. طيب الآيات بسام جاد بتقول نعم معصية، والدليل دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال. محمد يوسف عفوا بيقول إن الظروف الاقتصادية هي سبب أساسي في زيادة البطالة، وهذا عنصر مجتمعي خارج عن إرادة المجتمع وهكذا ليست بمعصية. نرمين شمس بتقول مش عارفة معصية ولا لا، بس هو طبعا ما ينفعش الإنسان يستسلم للبطالة لأن العمل عبادة، بس ما أعتقدش إنها معصية. فضلتك هل الاستسلام قلت انها ما نقدرش نقول فيها انها حلال او حرام، على عكس استاذ محمود بيقول الاستسلام لاي حاجه مخالفه للشريعه فهي معصيه، على يطلق على هذا الاساس يعني، هل هذا صحيح؟ هو برضو حكايه انها معصيه ولا غير معصيه هتختلف باختلاف الناس وباختلاف قدرتهم ورغبتهم. سيدنا عمر مره دخل لقى بعض الناس قاعدين في المسجد كده، وبعدين قال لهم الله انتوا مش بتشتغلوا ليه؟ قالوا بنعبد ربنا. فقال لهم ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه، ونهاهم عن هذا، وكان يقول ان الله استعملنا لنوفر للناس حرفتهم. ده سيدنا عمر بالنص كده يقول ان الله استعملنا، يعني خلانا في الدوله دي وأصحاب الدولة يعني لنوفر للناس حرفتهم ونستر عورتهم، يعني بيتكلم عن السوشيال سيكيورتي، الأمن الاجتماعي والدور اللي يقوم به القائد، وبيتكلم عن توفير الـ 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 فرص العمل اللي هو متعلق أكيد. زي ما احنا شايفينه في بعض اللهجة كده هو بالدولة. لكن سيدنا عمر أيضا كان يسأل الرجل عن حرفته. شوف الجمع اللطيف، وقاعد لكل ذي حق من حق. أيوة الدولة عليها مسؤولية، بس حضرتك بقى. فإذا قال لا حرفة لي سقط من عينه. سيدنا عمر كان يقول أنا أرى الرجل فيعجبني، رجل كده فصيح مليح كده، فيقول له أنت بشتغل إيه؟ يقول لا ده ما بشتغلش، فيسقط من عيني. وشوف الكلمة يسقط من عيني في لفظ عمر. يبقى احنا يجب علينا ان احنا نستوعب هذا، الدولة عليها مسؤولية، لكن انت ما تبطلش شغل، اختلق الشغل، اخترق الشغل، انزل واعمل اي حاجة، قوم باي دور، اوعى تستسلم للعجز والكسل. كان النبي عليه السلام يدعو ويقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. طيب فضلتك من يعمل مثلا في نجد شاب قادر على العمل، ربنا مديله قوة، ولكن بنشوفه مثلا في إشارة المرور بيبيع مناديل، بيبيع فل، بنلاقي واحد تاني بيلف بمصاحف، بيلف بأدعية، هل ده يعتبر عمل؟ هل هنا استجاب لمفهوم العمل من منظور الإسلام؟ إذا لم يجد استجاب ويلا ينزل يقلب رزقه. ده بالظبط زي ما قلنا مرة كده إنه اللي بيغسل الصحون واللي بيغسل العربيات علشان يتعلم في هارفرد، فهو هنا مضطر، هنا هو ما قعدش، ما استسلمش، وأراد أن يأكل من عمل يده ومن عرق جبينه. طب هل تجوز فيه الزكاة؟ على حسب حالته. على فكرة السعي ده ممكن يدخل له مبلغ ضخم جدا، وهو اللي يدفع الزكاة مش ياخد الزكاة. ممكن، صحيح صحيح، يعني ده وارد جدا. لكن ما يقعدش، اوعى يقعد. لكن في صنف تاني بقى، وهو انه جات له انه هو مدير ادارة المخاطر في شركة معينة، قال لا ده انتوا اموالكم حرام وانتوا مجتمع كافر، ده انا هروح ابيع مصاحف وهقف بالسبح. ادب يستعبط، ده اللي حرام، ده لانه ترك
كل كفاءته اللي علمناها إياه وكذا إلى آخره، وذهب هربا. لكن الثاني لما رأى أنه قد ضاقت عليه المسالك وما فيش حاجة فرح اشتغل ما هو متاح. فالسؤال، البياع البروقة الشرعية دي والسبح والمصاحف ده عملها هربا ولا طلبا؟ فإذا كان هو عملها هربا من حاجة تانية بالسمادير اللي في دماغه، سمادير يعني إيه؟ يعني خيالات السكرانين. ما أنا بقول لك عايزين نعمل حلقة عن الأوهام، يا ريت. واضح إحنا نتمنى إن شاء الله كرامة بإذن الله. السكران يحصل فيه أوهام كده ويشوف حاجة يسموها عند المدمنين الفيل الوردي. الفيل الوردي، الوردي. يوصل في الإدمان لغاية ما يلاقي فيل لونه وردي علشان عينيه باظت خارج من الحيطة. فأول ما يوصل لكده يعرف الطبيب إنه فدي سموها العرب إيه بقى؟ سمادير. سمادير، سمادير السكرانين. فإحنا شغالين في حاجات كتيرة جدا بسمادير السكرانين دي. فأنا مش عايزين سمادير سكرانين وأوهام، عايزين ناس تفتح مخها، عايزين ناس تبقى ببساطة كده تشتغل وتنزل وتعمل وكده. فالراجل ده عملها هربا ولا طلبا؟ شفنا الصنفين. شفنا الصنفين. فبنقول له أبدا، أنت الحياة هي الحياة ولا بد عليك أن تعمل. طيب مولانا استأذن فضلتك، نتلقى بعض الاتصالات الهاتفية من مشاهدينا الكرام. نبدأ مع ولاء، اتفضلي فن. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. من فضلك بس كنت عايز فضيله الامام على سؤالين. اتفضلي. اول حاجه، هو ما مدى صحه حديث صوت المراه عوره، وهل يجوز غناء المراه ولا لا، وخاصه قدام رجال، يعني يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز ايه اخر الغناء. سؤال الغناء امام الرجال، مش كده يا فندم؟ هل يجوز غناء المراه ولا لا، وهل يجوز غنائها امام الرجال ولا لا؟ تمام، حاضر. ثاني حاجه، هو لو لقيت مثلا في خلاف على مساله في الدين، وكل شخص مثلا بيوجه نظره وبيجيب من الدين ادله وبيغلط الطرف الثاني، هل انا اخد الحاجه اللي اقرب لي ولا اعمل الحاجه اللي عكس هوى النفس؟ حاضر، حاضر يا فندم، حاضر. اختلاف الاراء يعني احنا اتكلمنا في ده كتير يا مولانا، لكن حاضر هفضل على حضرتك فيها. الاستاذه هبه، اتفضلي يا فندم. الو، ايوه اتفضلي يا بنتي. بقول لحضرتك فضيلة الشيخ، كنت عايزه اقول لحضرتك يا فندم ان ما بقاش في رضا خالص دلوقتي، يعني حتى الشاب اللي شغال عايز راتب اعلى، يعني مفيش الحمد لله، يعني عايزين نرجع للدين بتاعنا ونرضى بالمقسوم لنا نقول الحمد لله. وفي حاجه ثانيه كنت عايزه برضو حضرتك اقول لحضرتك عليها، ان ربنا بيقول وصينا الاغنياء على الفقراء، احنا عايزين الاغنياء الناس اللي ربنا موكلها على الفقراء ان هي تتصدق وتعمل مشاريع للشباب اللي عايزين يشتغلوا. حاضر، اشكرك. يكون عندنا فرص عمل كتير. تمام، اشكرك يا فندم. استاذ علي اتفضل يا فندم. استاذ علي. اتفضل يا فندم. استاذ علي، من فضلك ممكن من فضلك بس حضرتك توطي صوت التلفزيون مشكورا، وتكلمنا من تليفونك اذا تكرمت. استاذ علي. طيب استاذه هدى اتفضلي يا فندم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. من فضل حضرتك انا هسال سؤال بس هو ملوش دعوه بموضوع الحلقه. طب انا كنت عايز اسال الدكتور علي، بالنسبه للجواز، دلوقتي انا اتجوزت بس بدون ولي. ومش كل العيله تعرف. فكنت عايزه اعرف ده حلال ولا حرام؟ عندك كم سنه يا هدى؟ 40. طيب اتفضلي. حاجه تانية يا فندم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا كمان، شكرا لحضرتك. طيب مولانا استاذ ولاء، وصوت المراه والغناء وصحه الحديث الشريف. ما فيش حديث بيقول صوت المراه عوره. امال دي جت منين يا مولانا؟ ده راي بعض الفقهاء، وهو يتكلم عن انه كل المراه عوره. فقال طب وصوتها؟ قال صوت المراه عوره، يعني كانه يعني ده حاجة هو متوصل إليها يعني. لكن مفيش حديث اسمه كده صوت المرأة عورة. بارك الله فيكم. طيب الفقيه اللي جه وقال كل المرأة عورة دي، هو عندهم غير على الستات.
عندهم غير. ولكن حضرتك قلت لنا نعم حضرتك قلت لنا عفوا المقاطعه حضرتك قلت لنا زمان ان الائمه الكبار كانوا بيتلقوا العلم على 50 سيده وعلى 70 سيده. حصل كده. اللي حصل في عصرنا يعني. وحتى لما جم يردوا عليهم بيقولوا لهم ليه كده؟ قال تعالى: واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. يبقى عوره بقى ولا لا؟ فالمقابل اللي هم الجمهور جماهير العلماء قالوا له لا، ده الآية دي نفسها تدل على ان صوت المرأة مش عورة، لأن يقول فاسألوهن من وراء حجاب. نعم. يعني القضية انه سيدات بيت النبوة انا هسمحها من وراء الحجاب، ابقى بسمحها اهو يبقى صوت عورة ازاي اذا كان الآية بتقول لي كده؟ فده اسمه قلب الدليل. نعم. فبتقول طيب صوت المرأة، طب بتقول انه مش عورة، طب انا عايز اغني بقى، اغني قدام الرجالة بس ولا امام النساء؟ طبعا امام النساء ده لا حرج فيه اطلاقا، وامام الرجال قالوا صوت المرأة امام الرجال يشترط فيه في الغناء ثلاث حاجات. يشترط فيه اولا الا يتهدج، يعني يبقى اللي احنا بنسميه في ادبياتنا المعاصرة الاغراء او التهدج، ده اللي مكتوب في الكتب اللي الناس مش عارفاه يعني الاغراء دلوقتي. نمرة اتنين انه يكون الكلام طيب، ما يقول ليش قدر احمق خطاه، سحقت هامتي خطاه. قدر احمق خطاه ازاي؟ يعني بتشتم القدر، يعني بتشتم البتاع. ولذلك لما جم في الموسيقى العربية طبعا ده اللي ابو ماضي اللي قايل الكلام ده، وعبد الحليم ماسكين الله يرحمه بقى من ما هوش واخد باله، يعني ما كانش المعلومات الدينيه قوي يا مولانا، يعني الحكايه يعني ايه بقى هو بقى القدر ده يعني الحظ او حاجه زي كده. غيروا العباره بتاعت إيليا علشان استفزعوها هم نفسهم، استفزعوها. فتلاقيها في الاغاني لما بتتعادل اغنيه في الموسيقى العربيه تلاقيها اتغيرت. ما ام كلثوم بتقول فان الحظ شاء مثلا يعني وهكذا. العبارات دي عبارات، ما هو الشعراء كانوا بيعملوا كده زمان. ما هو الشعراء قالوا ما شئت لا ما شاءت الاقدار، فاحكم فانت الواحد القهار. لا اله الا الله، لا اله الا الله يعني. يقول لك اول القصيده كفر. فلازم علينا ان احنا نحرص في الحكايه دي. او افتح الراديو وما الاقيها قاعده تقول اعبدك اعبدك اعبدك، وبعدين بتكلم حبيبها، ما تعبدي ربنا يا استاذ، بلاش الكلام الفاضي ده. يبقى اذا هنا علشان برضو بعض النقاد لحسن يقولوا ده الجين بيدخل في الفن. لا يا اخويا، الجين ما بيدخلش في الفن، ده حاجة انه يبقى ليها احترام. بقى انا دلوقتي يعني لما ام كلثوم كانت ابا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد ان لي انتسابة، مدحت المالكين فزدت قدرا وحين مدحتك انتزت السحابة. اقول لها صوت المرأة عورة؟ ولا لما بتقول ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء، دي تحبب الناس في سيدنا النبي، فهذا لا شيء فيه على حسب ما يقال. ولذلك قلنا صوت حسنه حسن وقبيحه قبيح، وده كلام الإمام ابن حزم والنابلسي وابن السمعاني وإلى آخره، والغزالي الإمام الغزالي. خلاف الفقهاء تعمل فيه ايه؟ بس لما يكونوا فقهاء يا قلة ناس. انت ما تروحيش بقى عند فلان وعلان وتركان والجميع والحمد لله مش فقهاء. لما الشافعي يختلف مع ابو حنيفة اختاري ما شئتي بما يتواءم مع حالتك ومصلحتك. هبة بتقول انه في عدم رضا جارف. طبعا، والناس اتعودت على عدم الرضا والاعتراض غير المبرر على المقادير، ومحدش بتاع. وفي الشعر اللي هم مش عاجبهم ده بيقولوا منين يجي الرضا؟ من الإيمان بالقدر. فلازم الرضا يحصل. ده امتى؟ لما نتوكل على الله من الإيمان بالقضاء. القضاء يعني القضاء بالفعل. يعني اذا الرضا هيجي لما نؤمن إيمان صحيح بالقضاء. صحيح. دور الأغنياء في القضاء على البطالة طبعا ده واجب اجتماعي. واحنا قلنا
لما جينا ننشئ ما يسمى بالبنوك الإسلامية قلنا لهم المؤسسات لها دور اجتماعي، ودلوقتي احنا بننشئ مؤسسة ضخمة كبيرة لمراقبة المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات الكبرى. اللي هو جميل جدا. فين انت بتعمل ايه للمجتمع؟ انت لازم تشارك في التنمية، انت لازم تشارك في إزالة البطالة، انت لازم تشارك في تحسين المعيشة والرفاهة، ويمرض المجتمع اللي حواليه عشان هو بس اللي يكسب مثلا. فلا بد علينا مراقبة. على فكرة مصر ما فيهاش ولا مراقبة إلى الآن، وإحنا بننشئ دلوقتي هذه المراقبة. جيد جدا يا مراقبة. فدي حاجة جداً مهمة جدا، اللي هي مراقبة المسؤولية المجتمعية لرجال الأعمال والأغنياء وإلى آخره. الأستاذة هدى بتقول تزوجت بلا ولي وهي في 40 سنة. أبو حنيفة بيقول إن أمرها بيدها، ولذلك لما رحنا للمأذون، فالمأذون على فكرة ولي من لا ولي له. فإذا كان الولي كان غايب أو كذا أو عاضل مش راضي يجوزها، فزواجك صحيح، ونرجو أن يكون ذلك عند المأذون. طيب أبو لنا أستاذ حضرتك نتوجه للأستاذ محمد. فضل يا فندم. ألو. فضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. معلش انا اسف هاخد من وقتكم نص دقيقه. اتفضل. انا كنت اتفقت مع زوجتي لانها كانت بتعمل حاجه من ورايا انها لو في حاله ان الفعل ده تكرر منها مره ثانيه هتكون طالق، وعرفت ان الفعل ده متكرر واجهتها وقالت لي انها فعلا بتعمله بقى لمده وانا لا اعلم، وكان طبعا كنت بعيش حياتي المده دي عيشه عاديه جدا معاها، فانا لسه عارف دلوقتي الموضوع دوت. ايه الحل؟ ان انا ما رميتش عليها اليمين فعلا بالثاني، وانا طبعا عندي منها اولاد، فانا مش عارف انا حياتي رايحه فين ولا اعمل ايه. حضرتك قلت لها، حضرتك يعني اتفقتوا انها لما هتبقى تعمل الفعل ده انت هتطلقها، مش كده؟ قلت لها مش هتبقى على ذمتي بالحرف كده. اذا انت طب وكنت تعني بالكلمه دي ان اللي انتوا عملتوه عند المأذون واتجوزتوا وعملتوا عقد هينفصم، وان هي هتقعد 3 شهور ولا 3 حيضات وتروح تتجوز واحد تاني، ولا ما خطرش في بالك هذا؟ لا ما خطرش في بالي ده. انت عايز تهددها وتوقفها عند حدها وتخليها تلتفت انها ما تعملش كده تاني. مظبوط. ولكن مش قصدك انك تفركش البيت ده وكل واحد يروح لحد سبيله. طيب طبعا. دي كناية يا محمد، وانت كده ما ناويتش الطلاق، وعلى ذلك فما تطلقهاش ولا حاجة، ولكن قولها عيب يا ست، انت اخليتي بالوعد واخليتي بالعهد ودخلتينا في مشكلة، وانا كنت عايز اطلقك، بس هطلقك ازاي والعيال موجودة، وانت دلوقتي عملنا قلق كبير لانك بتعصي زوجك، وربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يهدئ البال. شكرا جزيلا يا استاذ محمد، نتمنى الخير يا رب ان شاء الله. معلش انا جاوبت بالطريقه دي علشان بس ناخد وندي مع محمد عشان التفاصيل. فضل. بالفعل يا مولانا. نعم. استاذ هبه اتفضلي يا فندم. استاذ هبه احنا عارفين اتاخرنا عليكي، معلش بس هبه احنا خدنا واحده هبه. احنا خدنا هبه، يبقى كفايه واحده هبه النهارده في اليوم. طيب. لا اللي احسن تكون هي نفسها. لا 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 غيرها. طيب نروح للاس ام اس يا مولانا. في ام محمد من القاهره بتقول لحضرتك ان زوجها رحمه الله توفي وترك زوجه اخرى وابناء، الزوجه الثانيه استولت على جميع ما يملك الزوج المتوفى، فماذا تفعل؟ تلجا الى القضاء. دي جريمه. زوجة خدت حق آخرين فده مش هينفع، القضاء ينصفها على طول. نعم. طيب إيمان إبراهيم بتقول لحضرتك الدكتور الفاضل العالم السيد الدكتور علي الجمعة، ما حكم الدين في الإرهابي الذي رمى الأطفال من فوق سطح المنزل ولم يمت فانهال عليه وقال له الشاب ببلاش والنبي يا شيخ، وذكره بالرسول عليه السلام ومع ذلك قتله. والله يا دكتور للآن عقلي ما بيستوعب، على حسب إيمان إبراهيم. دي بتشير إلى الحادثة المشهورة في اسكندرية، بس هو خد إعدام الحقيقة. لنا كلمة واحدة يا إيمان تسلي قلوبنا وقلبك، حسبنا الله ونعم الوكيل.
طيب رضي الله عن مولانا الشيخ علي جمعة، أسألك الدعاء من خادمك ابن الطريقة البرهانية. ربنا يفتح عليك وينفع بيك يا رب. أحد المتصلين بيقول أو على الاس ام اس بيقول لي جار يتلذذ بأذى الناس لمعرفته بعض الضباط وله بلطجية يبتذون الناس. فصبر جميل والله المستعان. طيب آخر اس ام اس من أم محمد، من فضلكم أريد رقم موبايل الشيخ علي جمعة. كنترول. أشكر فضلتك. شكرا جزيلا مولانا، بارك الله فيكم، ربنا يمتعكم يا رب دائما بالصحة والعافية. الله يكرمك. ومشاهدينا الكرام، إن شاء الله في الغد حلقة جديدة من برنامج والله أعلم مع فضيلة مولانا العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. إلى اللقاء.